السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير، أخوكم أبو رياض. طبعا بخصوص لمبة المحرك تشنج في كامري وفي غير السيارات الأخرى، طبعا ممكن في التاهو يمكن الأعطال العرضية اللي بفعل فاعل، مثلا فك البطارية أو فك الفيش أو فك الفيوزات، تقدر تبرمجها أو تمسح أعطالها عن طريق فصل البطارية. الكامري للأسف ما أدري، لكن راح أجرب فصل البطارية ونرجعها، فهل تنفع أم لا؟ لأن أنا فصلت الحساسات الكامات اللي في رأس المحرك عشان أختبرها وأنظفها، ولكن لما فصلت الأسلاك أو الفياش طلعت معي لمبة المحرك. راح بجرب أنا فصل البطارية وأرجعها، إذا كانت تعطي الفائدة كان بها ما فيه، ولا عندك الوبدي هذه حقت اللو تشخيص الأعطال للمحرك، هذه قطعة رخيصة جدا في الاستطاعة لتملك أي أحد أن يمتلكها عن طريق البلوتوث، تقدر تركبها في مكان فيشة الكمبيوتر وتشغلها أو تشبكها عن طريق البلوتوث الجوال وتعمل لها مسح أعطال، وبإذن الله تروح معك المشكلة. راح أطبق إن شاء الله نفس البطارية، بعدها راح أطبق له، اذا ما فدت راح اطبق المشكله الوبدي. البطاريه الان الموجب والسالب، طبعا برضو الكربون هذا صوب الاسيد اللي يطلع من فتحات التهويه حقت اغطيه البطاريه. فصلنا البطارية، شوف هنا فصلنا البطارية، راح نرجعها رجعنا البطارية الآن راح نشوف إذا كان العطل اللي راح أم لا. نشغل نشوف لمبة المحرك هل اختفت، الحمد لله. يعني نفس نظام التاهل يمكن في اغلب السيارات، اذا في عطل عندك عارض في اللمبات او احد الافياش فصلتها وهي حساسة، مثلا زي عندك حساس الحرارة او حساس الكامات اللي هو البلف او الكنترول او اي حساس، والعملات معك لمبة المحرك تقدر تبرمجها وتمحي الأعطال أو تمسح الأعطال عن طريق فصل البطارية مثل نظام التاهو يمكن. طبعا كمان في طريقة ثانية اللي هو عن طريق الـ OBD، ولكن هذه طريقة سهلة ومتوفرة الكل يستطيع عملها. طبعا اليوم أنا جربت الحساسات وتم فصلها دون فصل البطارية، عشان كذا ولفت معي لمبة المحرك. الآن فصلت البطارية ورجعتها ورجعت كل شيء طبيعي. فصل البطارية بتتغير معك بعض الأمور، يعني من بعض الأمور لو عندك المكيف. المكيف أول كان لما تشغله على المروحة وتشغل معك الـ ISC حق اللي هو كنترول الكمبرسر وطفي المكيف من هنا، يصير لما تشغله مرة ثانية يشتغل معك الكمبرسر التلقائي. الآن بعد فصل البطارية يرجع شد الوكالة، يعني هذا صار ما يشتغل معك، انت لازم تشغله. مو تجي بعدين تشتغل المكيف تقول لي والله حار او ما اشتغل الكمبرسر، تاكد انه هذا شغال معك. كمان برضو راح تشتغل على الدفاية تلقائيا بعد الفصل الاصابع، راح تشتغل معك على الدفاية الامامية، افصلها. ولما تشغل المكيف راح تشغل معك الكمبرسر، وكمان حتى الارجل توزع الارجل راح الله انتم الكرامة ينزل اسفل، انت رجعه بتحكم او باعداد جديد. من ضمن البرمجة اللي تروح أو اللي هو لغة الشاشة الحين صار عندي الإنجليزي، تروح على سيد اللي هو هذا الضبط، وتروح على الخيار الثالث، طبعا مو ثالث، واحد اثنين ثلاثة أربعة، الرابعة اللي هو وذير ستوب، يجيك عنده هنا اللي هو اللونج اللغة، أضغط عليها
يجيك عربيك او انجليش او تقطع عربيك وترجع كل شيء زي ما كانت. شوف الان رجعت الشاشة كلها زي ما كانت. طبعا المعذرة الشاشة صارت اوساخ فيها وتكسرنا على السيارة بعد نظفناها، لكن المعذرة لحد لي ما شاء الله رب المتابعين يدققون على النظافة. على العموم رجعنا الان اللغة العربية، رجعنا اعداد المكيف، رجعنا توزيع المكيف، ورجعت الاوضاع احسن ما يكون. طبعا لمة الحساس الكفرات عندي واحد منهم اثناء تغيير الكفرات انكسر علي والسبب العامل، ولكن بقيت الامور رجعت شد الوكالة. يعني اذا عندك عطل او عندك مشكلة حساسات ظهرت معك او لمة المحرك اشتغلت معك، فافصل البطارية ورجعها. ممكن يكون عارض سطح العارض تكليجة كمبيوتر او شيء ما، ممكن مع فصل البطارية تروح. اذا فصلت البطارية ورجعتها وباقي لمة المحرك شغالة فاعرف ان عندك مشكلة، فلابد فحص الكمبيوتر. ولكن هذا حبيت انا اعطي البرمجة الذاتية التلقائية للكامري من 2012 الى 2017، وممكن ينطبق على سيارات الاخرى، لكن انا من واقع تجربة زي ما تلاحظون هذا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.